عسلامة ومرحبا بكم في بنة اليوم. الفلفل الكبير هذايا اللي هو حلو، نعرفش كان ريتوه ديجا في المارشي موجود وصنع تونسي ماهوش امبورتي، دونك باش نعملوا به اليوم مقرونه خاطر عنده بنه ونكهه ياسر تعجبني وتنجح برشا مقرونه. دونك باش نقص كيف من هكا باش نحي الزريعه وباش نقصوا الوغ هوني ما يهمنيش على خاطر من بعد باش نرحيه الكل. شوفوا حاجه بنينه 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 ياسر لازمكم تجربوها يا جماعه. الو خلطت معاهم كعبه فلفل كيف كيف احمر بنين ياسر، اون فيت عنده نكهه الفلفل من غير التحرحيره، اما التحرحيره مانيش هاربين منها خاطر بيان سور باش نزيدوا شويه هريسه نتاع سيكام. دونك الفلفل نتاعي مقصوص، باش ناخذ شويه زيت تريودور باش نحطه في المقله نتاعي. اي فوالا، وتوا او موان عندي اربعه فصوص ثوم مفرومين باش نحطهم في الزيت. فوالا، اون فوا الثوم نتاعي بدا يتشتش في الزيت دونك يعطي نكته للزيت، باش نحط الفلفل وتوا باش نفوح دونك ملح. هوب، وفلفل اكحل، شيشه فلفل اكحل مش برشا، وبيان سور الهريسه نتاع الوطن القبلي نتاع سيكام باش نحطو. اي مغرفه كبيره مش مغرفه صغيره ممسوحه، لكن فريمون جوست باش تعطينا التحرحيره التونسيه. اوب، وباش نزيد زاده كيف كيف الطماطم التونسيه نتاع سيكام، التوماط كونسنتري، وهوني فريمون باش نحط مغرفه نتاع قهوه خاطر جوست على المطعم مانيش باش نحط برشا. اوب، وتو باش نخلط مليح وباش نخليوه يتيب كيف من هكا على الاقل 10 دقائق ومن بعد نرجعوا له كي يتبل مليح. اتو سويت الوغ الفلفل نتاعنا قاعد يتيب، الريحه بنينه ياسر، باش نزيدو جوست وريقتين رند يتيب في لازمو فريمون يولي كومبليتمون طري. اونتخو طون شنو باش نعمل؟ باش ناخذ المقرونه غصور نتاع ورده 9 دقائق مازالها تيب، دونك هو عنده ديجا 10 دقائق من اللي قاعد يتيب، وباش نزيدوه اونكور 9 دقائق اللي هو الطون دو كويسون نتاع المقرونه. فوالا، قبل ما نخليوه يتيب باش نزيدو شويه كريم فريش، خليه يكمل يتيب في الكريم فريش نتاعو. حاجه بنينه ياسر، وتوا خليه رونديفو 9 دقائق اخرين. دونك نحي فريقات الرند توا من الصوص نتاعي، وباش نحطها باش جو في لا ميكسي باش هكاكا ما عادش نراو حتى شيء، يولي جوست لون مزيان. ايه فوالا، توا نرحيها مليح الصوص نتاعي. ريحة ياسر بنينة، باش نرجعها. فوالا، وتوا كيف ما العادة الوغ باش ناخذ المقرونه هوب ديريكتومون باش نحطها في وسط الصوص نتاعي باش تشرب مليح الصوص. اي فوالا، دونك لاستوس نتاعي باش تبدا مقرونه بنينه تو سامبلومون يبدا مكتوب عليها 9 دقائق، خليها 8 دقائق في الماء والدقيقه الاخرى خليها تغلي كيف من هكا في وسط الصوص. ومن بعد مهم زادة ياسر، توا عندها دقيقة وهي في وسط الصوص، باش نجي نسكر
على النار ونخليها نزيد نخليها دقيقة أخرى تشرب مليح الصوص نتاعها. اي فوالا، توا ما بقى لي كان باش ندريسي مقرونتي. جربوها راهي بنينة وسهلة، ما فيها حتى شيء، ومحرحرة، وحطيت لها زادة كيف كيف الثوم. اي فوالا الترافاي، تاكلوا وبالشفاء. جربوها الغوسيت، ما تنساوش باش تعطيوني رايكم على لي ريزو سوسيو. يا جماعه، بون سواري على قناه الحوار التونسي، اي لا بروشين.